الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يسدد خطانا ويسدد خطواتنا ويتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد هذا نحمد الله تبارك وتعالى ونشكره على ما أنعم به علينا من النعم الظاهرة والباطنة. إلهي بأنه ما علينا إلا الله ينون نعمي نعموين السجود شرف وموغضة يقوى قرصان، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعموين كربي كان ينسي وآرهاي الوحلة تيرين كروكو يلا ولا ديه كرو. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. نعموين خاصة يكوى عامي سوكرة ما تركوا بكر إنه قولنا وحينو نهي نعمة من نعم الله بيننا أبور كينا جوغتان كينا وحينو نهي وحان حيصنو إله النعمة دي سوى بحي برواقاء إيان حيصنو الوراقة إلهي بإن السيئي وحي نبيهن قانا إستغانوا عرونا. وما بكم من نعمة فمن الله، لا من سوى، فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون. هذا اللي بات إذن قصتنا إستغانوا قيليتان هذا برواقعي ولك إستغانوا إستغانوا سيئي. الله تبارك وتعالى هي مهدسن ومضن وأمانا. نعمويك إلهي ويبترب ديهين، لكن مصنا مصنا ويكالق قاليسيهين ويكالق قيمويهين ويكالق فضليهين. نعم ذا إلهي تبارك وتعالى si khaas ah oo ugu karaameeyay dadka qaarkood waa nicmada iimaanka iyo islaamnimada. Nicma khaasa waa waa nicmada tilmaamaysa ilaahay ciduu siiyey inuu jecel yahay. Nicmooyinka kale haddii ilaahay wax kaa siiyo ma sheegayaan in lagu jecel yahay، لكن وحي تلماميان إن هذا امتحان انتهي تنسيح عند إلهي سيو وحي علامة دي أستان انتهي إنه إلهي تعليه. نبي قيلنا صلى الله عليه وآله وسلم أي وحليهي إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. نعموينك الدنيا دا إلهي وحو سيا عدو تعليه يحدو سنتعليه. قال كم ملحدك إلهي جريتانك سبعا وقليه إلهي واسينا يا الدنيا ده عافماتك واسينا يا عروتي قال السينا يا حوليه قال السينا يا شغذي قال السينا يا جه قال السينا يا إلهي قال السينا يا ربي قال السينا يا نوع إنكر سيحي. لأن هذا الدنيا ده مركة قال يا مسلم قال السينا يا كلا نمد هؤلاء
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. الله وحي له كو النوانسين كو النوانسين سيسمد الدنيا عندنا لو متيدين. نبي الله ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام مركو الله بريي والله يري الله بلد كان مركو مكه ودعيني وحو ادعيي انه الهي ارزاقو دتك مؤمنين تاع دتك اهل الايمان كانوا كخصيصي. الله وحي تبارك وتعالى ومن كفر عد حتى كفر ساعه ادوك وصيريا تخصيص كي هو سبي نبي الله ابراهيم الله تبارك وتعالى وعممي ادون كني مرك النعمديس يا برواقديس يا حوليهيس يا عافيماتكيس يا واليس للي الهي هو بحيا بحنت ربنا تبارك وتعالى وحيت الماميس انو انا فيرين لينظر كيف تعملون برسان صمينا الله فيرين يا كدبنا امتحانك وحكدم بي ابال قد وامتحانك هاس ان مرك ابال قد كيس اخر لغو بحيو اما النار واما الجنه مرك ادونك وحلقو السيي ووال نظمت هاي ومدح بات هاي ومقع بات لا هاي وعافمات قبتا وحرور بات لا هاي هو معنى هذو ما هو لغو تعلي هاي هو قادر ددك او فهم كودو ادو هوسيو وحما قرتك باح وحي فمان الدنيا ده الدين لو نعميين معنى هذو تاهي الا دورتو اللي تعلي ما الله وحده تبارك وتعالى فاما الانسان اذا ما ابتلاه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا انسان كمركو الله ونبي مركو امتحانه اذا ما ابتلاه مركو امتحان فاكرمه او كرمه ونعمه ونعمه فيقول ربي اكرما وحولي ربي غيب اكرمي ولا يدورتي ولا يجعل هذي يا ادوم هذا كان لي حشي ولا يجعل هي تسولي محاق عيد تري رسلوا تحيل ينعي ما هي اذا ما ابتلاه هو اذا ما ابتلاه هو امتحان اسقول محولي هي اكرمني قلت اغير والإكرام معها وامتحان ابتلاء كي كلنا وككحيقو وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كان مركل امتحانه والرزق اللي وحيليليو ويصيد على امتحانه وحوليه ربي وإيه هانشت ولا ينحي ولا يتوري حال يقربا حولا يقدم عسيه عسى الله يقول قليل تاني نوح عليه وريده أيضنا معها أيضنا معها مسألة معها إهانة ينحيف ما هي مسألة وحوية إذا ما ابتلاه وامتحانه مركا لابد هو امتحان تنو امتحان تنو امتحان قارن وحو إله يكون امتحان يا نعم قارن وحو يكون امتحان يا نقم ونبلوكم بالشر والخير فتنة وصائبتنا وامتحان نعم كنا وامتحان الدنيا مركز سداسة وامتحانات كاس الدنيا وامتحانات كاس نعم هذا مركز الدنيا وقاء ليس دليلا على اصطفاء الله ومحبته ورضاه بل هي المقصود منها الابتلاء والاختبار نعم هذا لكن كتوصي سيدنا الهي كتعلي وقدوه طيب وناكل الربا ونعمة إيمان كي إسلام المدى ولا يعطي الإيمان إلا من يحبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى إيمان كمصيه إذو تعالي الإسلام دليل المحبة هو دليل الرضا هو مربع هذو إلهي مؤمن توصل كالبه وحي دليل تهي إن إلهي كدور طيب وإلهي كتعالي تبارك وتعالى دور شدا إلهي أضو مضبو دور تيب أمرك يكون في عينهم أيها أخوك لسرعي ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا
فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. كتاب القرآن كذات كأن دحل سيني بالي ذات كقرآن كدحلي ذات كسان دورتي بالي تبارك الله ذات إلى هاي دورتي إتشعلي هاي أدوم هذه سين توضع كلا وكلا دح بحاي وكدورتي وذات كقرآن كدحلي ذات كقرآن كرومي ذات كقرآن كبرتي ذات كقرآن كفهمي ذات كقرآن كقرقمي ذات كمؤمنين تاع أيا إلى هاي تبارك وتعالى دورتي مركزا إلهي وحوك بوحو تلمامي دور الشدى الله دورتي ويكب حيسا ولا وضع دورتي لكن اسكو مرتبط ما فمنهم ظالم لنفسه قيب كم من وقال نفط ضد المي ومنهم مقتصد كو نحن حالا كجرا ومنهم سابق بالخيرات كو خير كوهر مريد وقيك كوهر ريال وكمت صدح دمسه وضدك إلهي دورتي لحيت المام يسافرك دور الشدة إلهي وإنه إيماني إسلامي مكسي وإنه طاعة كسي وإنه السبب برطه وإنه السبب كل حرمته وإنه طريق السحدة إلهي كوافة شيء تأسى وحي تهي إلهي وافة دورت وكي علي وافة شعبي وأنا النعمة إلهي بحيته أبو قالي سواه الله تبارك وتعالى ميلان ورغران كتل المام واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به فلله نعمة إنك صحصوص تالي نعمة إنك بود مكلا شيء أي سجني وحفرت الله في قول تخصيصي وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة كتاب كان يصنع الإله إذن سلتكي ونعمة خاصة فهل هذا تخصيص بعد تعميم مركي فرن نعموي كونه مالسكو دو دوبي مركاسا سيغوني وخا لو سو ساراي نعمه الدين كتابك هي سنه النبي صلى الله عليه وسلم وركوا نعمه خاصه واي ونعموي ككل عالم يدهين ايتك اللي في سوره المائده كجرت الله تبارك وتعالى وفيري اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت ومان جمعة وحجك نبي صلى الله عليه وسلم حجي أدب به ومان جمعة عصر كذبها نبي صلى الله عليه وسلم مركو كان نقضي حجك سدح بلوت كير بولولا آيادنا سودكتي بنك عرفي كسودكتي اليوم أكملت لكم دينكم أنت دينتني إذن لما يستري وأتممت عليكم نعمتي كركنا النعمة إذن من كتامي علي ورضيت لكم الإسلام دينا إسلام لماذا أن رالي إذن كان نغضي دين أهان قفص وحي إلهي كرك إيماني النبي كسو دقي الدين تأها هدو صعف شرمي وحلقات لك إنسا النعمة إنه لمرين وأتممت عليكم نعمتي وحبك على المقرب مرضى هدي إلهي الدين كسي وقرآن كان كسي وسنة النبي كسي وعبادة كسي وطريقة كتوسة توحيدته سنة النبي كان آثر راحته وحكى المقرب مجرته نعمة وقرآن ما يسترمتها وحوين كام المقرب هدي تالقا قدينا وحما يستد الدنك وحيا لن هدي لبود ديو لكن نعمة إيمانك أي كان مقنتها وحماية ست وانقتنتها محروم مقنتها وانقتنتها كربنا نعمة إلهي نسي وحيئوك لقال السنتها سيدا نقوك لفي عنها قيبت إلهي نسي تبارك وتعالى نعمة إيضا بدهول وعبكو قرن إنسان نبي صلى الله عليه وسلم قال له حكسو الدجاعد كترت في سورة الحجر الله وحده تبارك وتعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم وخذ جناحك للمؤمنين وحانك سيني تضبض آيضات إيصان نقنقنية
qur'aanka weynna waa ku siinay ma taqaanan todobada haddana isla markaana qur'aanka weynna waa faatixada nabiga sidoo ku fasiray sallallahu alayhi wasallam ya as-sab'u al-mawathani wal-qur'aanu al-'azim hiya al-faatixa bu nabiga sallallahu alayhi wasallam macnaheedu wuxuu faatixadan ku siinay mar haddaad faatixa haysato hee لا تمدن عينيك الى ما متعنا به قال هذا وحان ugu raaxaynay haystaan aw han qaltaagin indhaha u taagin ha waqta fi amba lusiye waxa adunka yaalo dhaw wax ka qaalisan ba lusiye oo kaaga filan oo muxuu yahay wa faatixada soo faatixada adunka dhaw kama qaalisan faatixa li ilahi ku baray oo taqaano oo faatixa ilahi ku siiyay أدونك وحي الله ورد وحكا قال سنبو إلهي كسي كور هدي انت كبضل قرآن أتقانا كور هدي قرآن كورنا بإلهي كسي فهم كيسي نغن كيسي إلهي كوافجي كور نعمده انت إلاك تعمل وهل قعشن ما إلا إيو كتغير وهل قعشن وهل قصاري ما يستاهلان نعمده بك الشكر وين ويعقون سوين الله سيبي كقرا وين كدي من وحا ليلي ما يستاهشان هنا عند رمضان هاي ستانه بنان كهذا اما كان يسد هذا اما محوقة هاي قال لي يا كريشتا نقضة اما هذا دونتان ملحد نقضة اما الدين لاول نقضة بحالي نعمة دي بقى لقال النقضة نعمة هذا كشكري ويد وقرا ويد وقيمة هذا قدري ويد ولا عشانها الله يقول تبارك وتعالى وإذ تأذن ربكم وربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد هذا الشكر ذان وإذن كردنا هذا النعمة كالشكر وإذن عذاب كيف وأدريه وإذن عذاب يوى الشكر يبارك النعمة إيمان كي إسلام نمدى لأنه نقبع يمعيتا يا وحالي نقبع هاي إن نهرت النعمة قيمة إنه وقدر إنه ويقلبك إنه كويناته وإسلام نمدو إن لو ويناته ودينته إن لو ويناته ويوحول بأكت إنك قالي سراته عرورت إنك قالي سن وحوله إنك قالي سن وكراستك قالي سن ومحوءها النفط إنك قالي سن ووحك قيمة بضن أون هاي سناي مجر على الإطلاق نعمة سيني مركز إذا أكت إنك قالي أقول نقطي قيمة كوي على تال دوري قيمها عيله ده مدن تاع ان نسينه وحن قيمه وين كفرين معنى وين كفرين ان ان كهرمرين طلبادي واخ وهي نعمه marka aad garato qiimaha ay ku fardhido inaad markaasi dadaalkeeda siiso diintii inaad u jeesato inaad barato inaad fahanto inaad waqti geliso yaa faham keda لأن الله وحده سوى دجية أو كتاب القرآن كأنه هو سوى دجية ودستور كي النظام كي أن كنا على الله هينه وحلو سوى دجية إن نفهمنا كوكا كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب خير كي سفدية هو بركة بدن حمبارسا بل الذين سوى دجية محل الذين كسوى دجية سيأد فهنتان ود معناها أود روحدان محو كهلية قرانكم محو شيقية محو ريبية محو نأمرية محو حلالينية محو حرامينية محو تشدينية قاب كيان لون نولا دا قرانكم محو كهلية هذو كل هلية أنا الوسو دي ما حروف انتل أخرية ولا حفظية ماها كد من العلية لبركيستا ماها ومنهج نولولاد هاي دستور نولوليد واي مركا اديغا اد دونيس اناد كو دقنتنا و خو كبلودا اناد فهمتو اناد فهمتو باي كو كتا سيدا استراديت با نبيغا لو خوري صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين الهي هدوب خير كل الرب دين دو كفانسيا يا فهم لا انت اذن دين تفهم سنين او برشده اد غرم مرتو اي وا هلس وانا وحي الهي لقد بغن قلوا صدح دريق بقران كو ينو شيغي صدح دريق بو ينو شيغي وآدم بو كلا حيو دريق هو الدريق اللي ليه قاضى لابد دريق نوحة ليه اسكتشنا
فاتحه دعاء كتمت اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الو جيتك توصل نغه هانوني كوي اذني وحيسته برواقيسته با جيتك امرو نغه هوري كو ادو حنوت جيتكودا ما كو لومين جيتكودا ما طريقه توصل ان الهي ويديسنين ان برينو هدي حبين با مالنكي هو يران 17 قربان الله ويديسنين صوبا روح اوير وحوتو كذا تضبي تبرك عضود وشنت صلاتك ككوبين هبيك يمانك رك عضو البلا وإن فاتح هذا اللقو أخري فاتعدي مدك أخيرا الدعاء وحكوتشرت إهدينا الصراط المستقيم والدعاء أقوب بدن المسلمين تقول دعاء يستنى دون ما تجلس دعاء كبر وعرف قوضك قبل إلى طريقة توصل لقو هنوني طريقة سي وكي على مديه سمحوياه طريقة سي وهو كل سليسين لما قضى العلم النافع والعمل الصالح علم النفع له وقرآن كي السنة علم قضاء هي قرنقا عاد قرنقا لما دا مركز هشو طريقة توصنا واضح هيسا لما دا حدي ملي كام مقيا هاي طريقة والقرم مرسلتا حدي كام مقيا أقونتي علمي دينتو كام مقيا هينا طريقة هو طريقة هو اللي ما يضالين تطريق وضد هيسا هدي انت روح قرانا يسو الدين تتقانو لكن هذا كل قميننا طريقة هيسو هو طريق المغضوب عليهم وهو اللي وحر وضي جيتك وضد هيسا طريقة توصني مركب البادات محوي هاي برد دين تكون نقل هذا اللي وضع مدى يعضو إلهي محل نورتي هذا العلم جدا يعذب ترى هذا إله الجهل بمقوع عبده والصلاة هذا لما يقال سيطالب وما أصح هذا مثل ما أصح والصلاة هذا ما سيد الريموت كتب مسموت كان ما الصوت ورا مسوا لقى أقبل أقبل كإله بكر لكن هذا الأقوال تيدي لهين أودن برانين أودن دقيسنين أودن ويدينين أودن منانسينين وحلقيا با إلى عبادة سنة سو تدالة سو والصف كوره كتيرتو هذا مع ذلك وحباينا كثير من عباد هذا مقاتل الوحوي نبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت يسي أسوأ مساجك نحفر لها نبا زوق علي هل قاسوا كنت كذي صلاة برقو كبحي النبي قوي مدو السلام السلام عليك يا رسول الله نبي سلامتك قاضي صلى الله عليه وسلم فرقاسوا حكويري صلي فإنك لم تصلي وحاتك تي صلاة ما هين كنا قالوا كوي هذا نبو كنا قضي وسوت كذي مركو تكذب هذا نوصل نبي قوس النقض سلام عليك يا رسول الله سلام تهدي الله قاعد وحلوي وحات تكذب وحبك ما تشري سلامتك النق هذا نوت تكذب وصلت نبي وسلامة صلى الله عليه وسلم سلام تبوك قاعد وحكوي وحات تكذب وحبك ما تشري كل نق سلامة فرجعوا يجي رسول الله أنت صايق تبرع وحكلا ما بقى قالوا صلاة أنا قالوا بظنوا حالا ما أنتم هذا كلنا نقضنا إحنا كم بدلي كرو إبر حقيقة خلدنا فرجع النبي يقول صلى الله عليه صلاة دي وبريمر يا إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر صلاة مركات استاجت قبلة قابل الله أكبر كوكل فتح هذا أخري ركوع كحسن صوتوس كحسن سجود كحسن كصوتوس كحسن سجود لبعض كحسن ركعت وصفة عن وشرح كدي من وحوك يقول الصلاة هذا أنت إذا كلا نسأوتك هذي واحد سوي ديسا ورصحابي أرضدي النبي محمد كم ذا ما أنت اللي جو علي اللي جو علي اللي كاني واي هذا صومالي أرضاينا القصف كنت يا إن القصف تاثر تاثر هذا ما يعني بصحابي تيو كين وأنا كين هيا ووضعها ور موض ميس موض ميس وما نزعلش هزلو قيني هذا فرصة هاي سطع إبعاد هذا صحه وحي برا فهن وقت كلي عذر دار مليه علماء ما كلت شوكتا إلهي بركة عدوتك تمحى سميني معكم المرسوني واجي هراء برشاد الدين تسكير هذا قال ما ضو يرايانه مركب قبر المهيرين هاي وذات كلور هذين شرين تسو كيلومتر كبضا
يا الروح اللي ما هي اللي مرة اللي ياسيم هي لور هذين شري أنت أسو كيلومتر شيء قبل وده قراك يا قارن ميل كوجنا لما تشوف هذا الوقت يا شيخ يدي ما بيرو لما تشوف عدوك يا اسم الدلالة هذا قريقة كوتشرة أيام التلفون كأجا دروستي كبر ذا وعلمي كبر حا ما حد يدور دار هذا مركز إلهي مركز هرتك ما حد يدور دارنا يدور دار ملي سيدا الزرادة واجب كأبوه الرئي نعمة إن أنك شكرينه يهنا عندنا إنه يهنا قيمينه واحد كبر الله بتدين تبرتا النبي صلى الله عليه وسلم مركو يمد ومد وحي وقوب الله بوحي الدين بريد به دين تين وبراء ويعلمهم الكتاب ويعلمهم الكتاب والحكمة إنه ضدك وحبرون النبي بالله صلى الله عليه وسلم جهلك كسارة مركا جهلك كبح وحبراء ملل بل يرى دمر رق وضيال ملل مرمر الشيطان قوي ماني يا إنك وضيع وحكله وضيع هذا مسكح هذه وين كتير وحمد برنكرت وحمد كم تجرو مسكح إنك كتير مشرتو مسكح وحقبان كرنا مشرتو لكن ولا دنينين حنا ندرس نلا إسلام تدبات تجرح إسلام سوالي وا تدباتين شير بحي كوك قاعدي يدون قرآن كحبك أقول مركي تدباتين شير تهيبا إلهي وحقوها نوني إن أي براتو قرآن كبراتو كرسي يدي قادتا بوك يدي قلن كيدان وي قادتا عروت يركا دوكسي بودي سواح دي تكتا كرسي يدي ساقا فريستا فرطا لوتوس توسيا فرطا لبرا فرطي وي براتي كدب نوحا لبلاوي عربك لوتوسيو تجويد كي القرآن كان يسح وآخر وين كان طيب كده من واحد باللوضي إن القرآن كان حفظ ده حفظ كبلو حفلة دي وحنا كقيب قالي لورد جاي حفظ دي القرآن كان يقرأ ميس وامي قشر وقت ده بقى تشر وان هذه مركب واحد وضيب أنا مسكح لا ينجي كتب حبك ما تشر دق بنا وحمق قبان كرو حبك ما تشر ayagu duqay intay soo islaamaan bay diinta baran jireen oo fahmi jireen laakiin adiga dadaalkii ba ka baa waliba markay quraankii baratay oo lafdigiisi baratay waxay bilowday maamadaasi inay hadana tafsiirkii bilowdo faatixada tafsiirka bilowdo loo laqmeeyo soo qabato ka baxdo hadana wado hadana wado hadana wado tafsiirkii quraanka ku dhex jirtaa dhadhaweysay hadda شان صار الإحسان كده هو بيتفسير كي نكون كأنتي وران كي يكون براتي فرتي براتي ما شاء الله يا مركا ولقد يسرنا القرآن ها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآن كي وهذا الكيله والله فدودي عدونا أفضودين لما تجرو دين دبرتا ووقت قليل طلباتنا دين تكون نقمة دين تكون نقل إلهي ومسود جن كليه إن لبربر كيست كليه كتاب كهل كاينو يا الله إن تام كسو قام الشيل في قن أخرنا قن ماشي إن كل إن لوجو متل جالين نلاش هنا لوجو تلا جالي وحلوجو تلا جالي قرية هنا هي راح مركان قرسين إنه إسقى إسوك هن حلالين فما نين إسلام كإل مرضلا يوم تشرو أو غسل شرعة وحلالين بحالكي قرية لبسكني أستركي بلشدي بقاله حلاشي حرامتي إلى هير دولتي علاقاتك أمدها إي أمدها كان المسلم كأهي هو عاد سلنو شهين الدقال كو سلين كده حينين سيلا لولنو لادا هو كالتين الدقال كو إذن كلا دحيا سيلا دقال ما آدابتي دي واحد دين تينا كما قاني مجرتو قرآن كاسي كتاب كا واحد لولنو لو باهي وكما قاني مجرتو وحيو ما أنت مركين أقول لك الله الله الشيء ما وقصه النقطة قرآن قصه النقطة أو أي قصه النقطة الشريعة دي قصه النقطة قل ما أنت أنكر كرنا أنت أين الأود ده لهين الله أود ده هين الجارسي لا كل قل ما أنت أنكر كرنا إن إنه سوء لأنه ما لشي إياه معاني دي إياه لكن كي دين تلنا سوء لنا صوت محيط هاي أمد المسلم كأمد كلا يجد عليه أمد المسلم كملك شيء أدون ككتشوك تعربي على جنبه حبيبي حالي تجي وين كرامة عزية شرف قالوا
إلا الدين تيدم وياه وحكستها الشيخ قبيلة هذا الشيخ مقع الشيخ وضن هكوم بدون وح الله وحيكو وح الله وحي الشيخ توكله إزي يشرفك قادم يسو مركا لقر يقول الدين تيدين يقبسط دين تيدم مركا كسو نغطو إسلام نمضو نلوشا كسو نغطو إزي يشرف كسو كيسو أمدن يقار يسو مجرد هكو ريوني وحي إنتا كهر ريسو دن وأن أفو يدل النمو إن سيقي صنو إن بربرنو إن نجا إسلينو إن إسنعنو ودمنا ودمنا بربران أبارن نقدان لجق حو براح بضح كوبا بانو إن نجا يلون أين نقونو ومد أفي بلا يكش مال الآن كتر بضنا إن مصومر أدونك مسلمين تمالنا كتر بدين أدونك مصومر مال الآن كتر قال بديه إن مسلمين تأدونك مصومر ما أنت يقول قال بديه هذا مع ذلك حقينا لقاه يستا ورحقينا لقاه يستا هاشو ما انك قد يما مصار بي لقضي منك يا محانا يستا وحاينا يستا وحوي سرتي ان كحو قيس الله ينا امد جيرتكو نقول الله يباينا قم مقال سرتا سنا ميل كلميه دين تينا ينا نصو نقول او اين نبرانو او ان كود نقول او اين نلوشينا كسو نقوتو هل كاسوي سرتا ينا قم مقال حزقي شرفتك وجرت إلهي إنه يقول قرب استغفر تبارك وتعالى وحقوق قبل جبيني خير بدن باب مقضى وناك بدن باب مقضى لأن يرد بدين تقصر نقضي مساجد ببوحة شري متشرين يا لو أتنصن صدنا صن تنصن كهر متشرين خير كان من مقلين وح وحكة قد السبب أمدها هيستي خير بصعدة خير كهل حوتشيو برشة الدين تهل حوتشيو كنا كده هل حوتشيو هل ترتيب صدق يلا دق دقين إن شاء الله تعالى إلهي وإنا بركينا بإذن الله تبارك وتعالى توفيق ده الله ينوافقشيو اللهم تبارك وتعالى دين تينا عزقين يشرف كينا الله ينصر عليو الله تبارك وتعالى دين تينا فهم كده يقول لكن كده كعمل فل كده الله ينوافقشيو إلهي هاي نقص وهنا ينقد له الله ينقص وصار إيمانك إسلام لماذا صديقين تين النبي دي شهادنا الله ينهال الشيو إلهي كنا دي سهين كي حدا وكان الله ينقي إلاليو هدوم كين تان شو قلنا في تان كي امتحانات الله ينقي إلاليو إلهي نخير كي وراء قلوب تين نحو كسبه هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه استمر كان مستاج كصوغ على إن عرض المويني قفت من بدو ما هو أي وده خوف دنيارة وهو أي الآن مركي لما يصير دنيارة تنصرهم حاكم دعائم مسته وبيا شيء مرة دم شطه بكير تارس والله ما أنت لكن الحمد لله وإنك أركينا شيخنا شيخ أمال وحاجرة دنيار بدن هويوي بدن أبيال بدن وأن أفصومالك قرنين ولكن كتعل إلهي درتي كتعل دوني دورتي محاضرات هذا أفصومالك يتكون في حين يستدين إلى إستان مركز كوانا حويان وإن ضغطت إن شاء الله مروى البنى للسعوتين يدون در بكل هذاين سيدا حداد وسعوتين يتوب يدى الشيخ ملايين ملايين مسلمين أكسون وينيسا ملايين ملايين مسلمة إلهي درتو تكوشعل يعني ملايين ملايين مسلمين أو سيدا دي مكشيغي سيدي ولا لها وحاولي أنا دوالي وطهي وقصونا وينيسا وحاشعل هاينا لبك المضوض أو خلاصة دي أما مرتدي شيخ محاضرة دوينو تشيدي إيغانا يرفع نفسيو إن شاء الله وبلين نبيتني أفانا رموك قارين بيخ لكن شيخ وانجي شيخ خي شيخ أمل شيخ التوحيد يبقى درا اكغاري بردا شيخ التوحيد لما توحيد اديس شيخني اصلي بكجرو كينيا على نبها بكيو ندغا داعي غدو داعي عالمي كبكته كامتي لكن غافتك دوفه اثيوبيا خيسا كل لامس خان دبر الحمد لله الله نصيب خيري شيخني غزي مغالاسين نون همني لكن غسي شباب نخيه يددر كون نخيه جسر دعائي خنافان سومالي خنافان أوروبا سونتين قباوني أك شيخ أركني شيخ لهايسني قباو تنفجج
إن شاء الله شيخني مالف محاضران خلاصة مالجي نعمة ربي سنين خنيو ومتى إسلامة تن نعمة نعمة خنا بيكو قبطن مال نعمة خني إسلام في إيمان نعمة برا خنيو أركتن تبرا برفادنا هجي نو ربي توحيد سي كرسيسي توحيد سي برسيسي مسلمة تاتي أمة محمد تاتي أمة القرآن تاتي ما لا فيجي شغل أتك لكن إذا هدو كي يفقوا قبنو وجي شغل درجة قبنو وصو إسلام ربي سي كوري ما لفت إيمانا خلاني يقول قاف النبي محمد جيرو عليه الصلاة والسلام نما جيرو النبي محمد وجي أكا أذير إيسا أبو لهب أذير إيسا أبو طالب نبن رسول الله تطافت أكا دين أشكال لكن نبن مالك ربي تيدي لكن إسن لال ربي بلاش نبي إسن نبي محمد نقر غافة نبي محمد خمتك في دباء فري في شنتمي أكا نجر رابر غافة نخزول لغي دعوة جمري مكا غافة قرون جرتن مكا ونجرتن مدينة ونجرتن بكبرات بالجرة قرن إفريقيا جرة با أفريكا طرف أفريكا جربت كينيا في إثيوبيا في صوماليا في السودان طرف جان وصو أسمو جرتو ربي سيكرسيسي وصو لولي تكبوني وصو مشقات تكبوني وصو مالقا سينكافتين وصو واتك ربي إسلام سيكره نعماتني مال في سفتي جيشغني شكري في سفتي شكري قني مالي دورة برد دا جيشغني يو واتك كمبراني إسلام نوانتاتي ومال بيتن إيماني وانتي مال بيت واتك جزي براتن وهي براتو بيتشام تفهمي جزي اسمين سيرنو قلبي بودا عمل لال دالاغا تنفجتش شغني وانجي مرتين إسلامني أرى تاريخ يو قران تكا تكا يو لكاوان غافة تاريخ إسلامني أرى إرهد دونجيروجي إسلامني أرى عالم جيرو غافة إسلامني ما لقا فيلال هوري وان جان جفا غافة خانا غافة تاريخ جسي لاران أرى وان رجال جيروجي نتهدو هوري خين يهدو بيت تين يهدو بيا برواقو جرا لكن وصوا كانت ضعفاء تانيجي ما لتكن عدم الوحدة خنق غندابلوت خنق غندابلوت خنق غندابلوت خنق غندابلوت تاني ضعفاء تاني أكنو ما تاني جبود لال فقري في نمني غصو غصو ولولو في مالي في المالي نمني بقتيل البحر دمو في خنما يو كتاب خي في دين خي دبي نملي أبدا ملكين جروش شيخ أوان هم نمه دو شيخ سيجالة تو خافا سوالي بيلي جيران جي أكن كم قباطون جيلان مالف بكا خنايو بانا إلا أولي ديبني مليون مليون ميقا كرب بفتش جسي جالة تو إسلاما هد دون جي تنا شيخ يا جسي إن شاء الله مرتي شيخ مالف نعمة ربي السنين قلنا سنين قلنا نسيت إيمانا في إسلاما شكري قرا شكري مالف دورا برد فقزي براتن دلق لال ملسا أما إسلام نتكما خانما لال إيقا شو قبطن جيلا مروني قبل نمو لبو إسقس القرآن في حديث بولتو بودل الأسران قندي وأكنطا مقالان أكنطاتي من قستي أكن ما جارنتي جاي من قستي الإسلام بكبرانو بتسمي بوتبر أسمو جارنت ولك إن شاء الله بإذن الله الكريم شيخ إنه إلهي خير الصير عمرك سنة الله بركيه محاضرة دوينو سوچه دينا في ميزان حسناته إلهي أو قدره مركا وحلينا إن شاء الله كل سؤال بضنا علماء دي كلا إننا لجوكتا بل سؤالها بحل سوچه دينا مدي الله إن شاء الله إنتان دقائي سنة كدب صلاة دينا تكونينا شيخنا إن شاء الله وصفي عن سؤالتك كافي تكفي كافي لما شيخني ملسي كنن بوضا صلاتنا شيخك هي خواجا قلتنا إن شاء الله يا ربي جي يتوجيها لنا أكو سابسا ويسوأش أهرس
بسم الله. بسم الله. جزاكم الله خير وبارك فيكم الشيخ محمد، جزاكم الله خير شيخ عمر علنيا ومشايخ ضمان هيدينك ضمان تيم الله يدي بركيه أنا وايد السلام يا سودوينتينا يا إكرام كينا ماشي أتوقتان وكل سلامتين. جعيلك إيو كل جعيلك هذا العبادة وقفتها سيد الشيخ الشيخي وعبادة وهي وأرن قالي أوي إلهي سبحانه وتعالى هيدون كبرك يا يو لكن ميد بان كبر أرجين يا يو مربى لقيا أبو سلامتك عنت إن يدب نقطة الشريعة ذنونا ويحي لما مقبت مركا كل جيميشنا كل هلامنتين هدي أن تكنو نقول بس أنا تيجي واقبا ميشينا كصعود إن شاء الله تعالى الله يديم بركة هذا كور لو حريه رجع القاعد هيا ملا نين شريف في السيارة ما الفوق هذه كذي نين شريف وصعود تابع صومر يبر نين شريف عمرك صومر يبر حبيبي وحي كتر شده war sharif ki aan meel fog siyaaray su'aal jirin waaba kan inoo yimiday intan diloono aan aasanno maashayna aku barakeysan marka marmarba waxa loo yaabaa inay kula dardarjo jacaylka iyo kalgacaylku marmarba wuxuu noqdaa iyo dhib u gudba marka ilaahay idin barakeeyo waa maasan tihiin waxaan saa u leeyahay labadan habeen shaxabeen hore maanta iyo يعني وحوي هلس بابا قليل وحوي هلس بابا خطر قليل خير كاسي ولك تعيل بإذن كتهي ولك الله يجب بركيه ماشي نتكو سلام انتهين وانا إذن كقبنا سلام انتهين وانا إذن دعين إن شاء الله تعالى خير في توفيق دين ونوافكيه وانا إذن صنع عندنا إن شاء الله تعالى صنع عندنا وذا تكو حالي لهذا ماشي وحوقا كهل كما تبو وقصوا الله الله بتصوب وإن شاء الله تعالى وإذا قصوا رمضان بإذن الله تعالى الله يبارك فيكم أنت أكيد سؤالها سؤال الشهرة مسألة القصة أبسن شكاك سيكا إذا كبور دونك سيدة رسالة الشيخ أن الشرعة أنه مدينة أنه وأن الله ما يسترون واحد تلاقوا كالصروح وقاضي نظام بيك الدجسي نظام كان شريعة الدجسي ولا راعي له مصلحة كشرتا لبا كإمام كان ساس فرد بشرعة واحد شديسي لبض الروح مركي جور كان ربان ويسحر كي كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحابة وحكول صارك لأن أصل وحاو جورك إن كم جور سنة ينرال يكون نقض كوكنا جبرنا لجور سنة ينين ينكو كوكنا هذا لما قصب كرام إلا قصب ما لأن غوري غور وقصة ليسين هي إن ليس كبر نهار كل سنة ده قنا حدا سقور قابل ما سي قنا حدا سوتم يد إن ليس أركو هذه مركز ليس كبر نهار وهي أنت كذا بهي إن لك ده قالوا برسيس كي غور كا وقبل ده هل كذا لو يجيستو أي مركز بهيان سي عادي وحلال مركز ليس غوريو أنت غور كي مهر كذا حيو كيفاش أجنبي بيكاتا شيكا إن الأحمر كرتي هذا كاين الأحمر كراي لوروح أجنبي كلا هذا الأحمر كروا ما أو علماء أو قلا أيضا هذا الدبع سن
أدمون الشيكة خلدون الشيكة الله بده روح ليسوا حلال أيه وكل الشيكة يستا شيكة نقص وكل الأمور وكل وأنا ماشي في تنظر الشيطان وكعب وروي لأن يرد ما أنت شوفتها هي وحيالها هيكون في سنين هي انتاسك وكع مركب دمر سيقو سعطة وسعطة وحي قادة إن أي زينك قلا والعياذ بالله عمل الوساس بعافد صوفر لي سوشيال ميديا صوفر لي وحن كذا تقريبا توي وابورا قبله قار بدنو كم ذا انت قريبا يا النمبا ايا شرفت هذه دواع ميسا وحكينا يروحوا وعلى قضاء الحيل كاخر دوار دلي ردي ان بطبع سؤال مبوي مالية قولوا لي شيخو شيخ انا قد حيسي انت انا قاربا نسكسين بالرحمي ولا نسكسين بالرحتان حكينا سوما مركي ورا تشيت كاد مرتان باقلدن على قدا خلدن سوما هدي اي داعات كاد هاي قردون تهي وحدو سعطان وقوري هاي حدود اللي يمد اقولي هاي كو اقار كو اك هذا كدبنا قلق وقودا قلق هوشي قور كي شكور سيقا ايو اهل كي قرابة دي ايو هاي بقو هاي كرها بسدا ساس حلالة يسو قور سدا انت كو بريسانا ادسو الهي ودين تيلالي واخلاق ديلالي ورقم كيلالي وعفضي ورسومان تيلالي تاخذوا كبروا خذوا كلها تعسيد تعسيد مركب الانتو ويعني وحو يدد في الانتاء وحنا وحو يكون سابسن تاي روحي انتي يا اسكي سي يا قبل قابدي سي وحنا وحو يكون سابسن تاي ددك لغا انتي ددك لغا انتي وحو واجب هنا صبران dadka kale tii qaraabada iyo ehelka iyo dariskana tacsiyada ay sameyn karaan waxa way dadka in la sabirsiyo oo ilaahay la xusuusiyo oo loo duceeyo oo saddexda bari ay waxaan walba harsan yihiin oo quraysh ku haysto jikada loo galo raashinka loo kariyo sida nabi sallallahu alayhi wasallam ee jacab halkiisa u dhigi jiray musiiba qabsatay raashinka uu kariyo nabi sallallahu alayhi wasallam caawiye in la caawiyo لكن خلد مركي ميت كويس كلاك بنتو إن كريج لفريستو وخلد إن ما شرور هالشين كرسلو وخلد تحسين شرعي ما بل صحابة وحيكون ترين شرين وحيكون ترين شرين السويمات كميت كقداش يسقور قال السوي ما جو وحيكون ترين شرين من النياحة برورتي شرعة الديدي إن كم يتعب يكون الإمام الشافعي عليه رحمة الله وإمام كامدة بكيسة إنه هاي سنة هاي سجن كتاب كيسة أم كوحولية هي وأكره المأتم مأتم هو اجتماع مركو ميت كل انت قرق اللي يسوي ما دام مأتم في ذلك الإمام الشافعي يقول يا مركو وان كهنا يا وان كهنا يا أريد أن سمعته حوي نقر في حال ما أها وحاكر بشر ونباتين كبشر كم إذا تورح حارانا إنماش المؤلم حاكتنا شاء أقول تقول هذه إلا حلو سمعت وحاكتنا شاء قول أن بنانا اللغة فريستو وحاكتنا شاء محظورات يوم حرمات باكتنا شاء سأس ثلاثة تدكى هل صوب وقضو قريقة هل سبير سيو سبير إيمان احتسبو إن شاء الله بدل خير قبل الله إذن سيو هل ندعيه هل قطعه إنت أوحى الهير إلا عاويه oo dariskii qaraabada iyo maamaha sirashinka loo kariyo jikada laga galo intaas way tacsiyada shariicada lagu soo aroortay nabigeena iyo saxaabada radhiyallahu anhum ay ka tageen wixii inta ka siyaasan waa wax aan shariicada ogeyn oo khaldan wallahu aalam su'aashu saddexaad waxay ahayd aabo waxaan hay gabadhii si wiil siiyay dadkii baa igu macaaraday oo aad iga soo horjeeday arrinkaas ولكن واحد دون يا جبرنا ماشى يجلس ينكي كورسنا يسوي إنه كافر صاروا
oo aad u daraaseeyo dhanka ka fiiriyo dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo diintiisa ka fiiriyo kow waxaan diin maleeyahay akhlaaq maleeyahay marka labaadna uu ka fiiriyo gabadhan ninkani ma dhaqi karaa awooddu ku dhaqi lahaa ma haystaa kartideedii ma leeyahay xataa hadduusan dhaqaalo lahayn ruux kartilo oo gabadhan mas-uuliyaddeeda qaadi karo maya dhalinyarada wadadada waxay moodaan haddaabaad wadan tahay see gabadh lagugu diiri karaa hadi radada xoolaha aysan gabadh waa lagu diiri karaa nabigu sal alay slam hadii gabadh u timid rasuulka ilaahayow laba nin baa isoo doonay ya laba nin baa isoo doonay ee keen guursadaa abu jahmin iyo abu sufyaan miyuu ah nabigu wuxuu ku yihi sal alay wasalam labada ninba ha guursanayd abu jahmin ninka la yidhahdo dumarku garaacaa ya maqaan ma ogaadeen bu waxa ogaadeen ee dadgaraaama jirtakaas dumarku garaacaay ha guursanayd bu nabigu sal alay wasalam soo midba ninka kalena wuxuu yidhi wuu safar badan yahay ee isagana ha guursanayd nin safar badan dumarku ma jecla laakiin waxaad guursataa nabigu sal alay wasalam usaama midka kale wuxuu yidhi waa fasucluuk meeshaan kusoo halka waa fasucluuku laa maala lahu waa nin xay ah oon xoolo lahayn ha guursana hanti male laakiin saaa guursabu nabigu sal alay wasalam dabadii midna midaan ahayn yuu nabigu u tilmaamay sal alay wasalam soo ma marka maxaa lagu xileeyay ninka ha guursani waxaa lagu xileeyay xoolo ma haysto sax laazim ma ama xoolo hayso laakiin ninka weyga gabadha u ah hadduu yidhahdo ninkan gabadha ma dhaqi karo xaq buu leeyahay waa in gabadhiisa banaanka looga maro marka waa inuu qiimeeyo wiilkan ama ninkan gabadha guursanayo hadduu ku qanco idaa ataakum man tardawna diinahu wakhuluqahu fazawijuuhu u guuriya hadduu akhlaaqdiisa iyo diintiisa raalli ku noqotaa yaa qiimeynaya weligaa qiimeynaya hadduu isagu marka qiimeyntiisii iyo baadhistiisii usoo baxdo inuu ninkeen istaahilo gabadha in loo booriyo waa in loo booriyo waay ya tolkii baa diidan tolkaa maxaa ka galay maxaa shaqo uga dhigaya haddii gabadha dhinta uu geyo uuna dhaqan karo diinna uu leeyahay maxaa ka galay shaqo isku malaha halka qodada weli ugu faran waxa weeye inuu marka hore la tashi sameeyo istishaara haddii uu doonayo wax ka maqan yihiin inuu la tagsan yeela marka hore uquman tahay oo uu macluumaad iyo waxraadinaya laakiin go-aanka waxaa iskale aabaha iskale wiilka gabadha aad siisay haddii uusan cidmad lahayn gabadhana ugeyo geytaanku waa iimaanka iyo islaamnimada dhaqankooda ma aha geytaanka innagaa naqaano reebel iyo reebel isma geeyaan maaha reebel iyo reebel isma geeya isma guursadaan dawa jaahiliya waay wax jira maaha laakiin diin iyo akhlaaq iyo dhaqan hadduu ninkaasi gabadha ku istaahilo nin aan kala tashan gabadhada de wiil gabaa siisay ha ka noqon insha allahu tacaala wallahu aclam sheekhana su-aashan waxay leedahay soo gaaro insha allah gabadh baa isfasakhday ninkeedii marka lacagtii iyo kharashaadkii meherka ayay u celisay laakiin dad kale ka caawiyay kharashkaas marka arrinkaas muxuu noqonaya lacagta laga caawiyey maxaa samaysay arrinta kale ilmo yar yaan kaga tegay dad jaarka ah marka ilmihiinaba loo nuujiyey oo naasnuujin loo sameeyey marka bal axkaamtaas iyo ilmaha yar iyo caruurtaa nuujisay caruurteedii iyo ilmahayga iyo maxaa ka dhaxayna ilaleed mida hore kharashka laga caawiyey yani ninka in loo celiyo wax loo celiyo sidaa wax ku furo fasaq lama yidhaahdo khuluc baa la dhahaa fasaqu waa maxkamad fasaqu waa in awood maxkamadeed la isticmaalo oo gabadh intay dacwooto maxkamadda tagto maxkamaddu baadhis samayso awood inay gabadha ku furtaa fasaq la yidhahdo ama hadday xoolo loo celiyey ama meherkii loo saamaxay ay ku heshiiyeen sidaa inuu ku furo khuluc baa la dhahaa wayna bannaan tahay sharcan waqtigii nabiga inay dhacday sal alay wasalam sidaa marka hadda uu ku furo
وما هيشيان وري وحنا كوعين يا بكر الشيش كاسي أو ده جوده ولا جح حاوين كرا ويحيي نينك يقول الله لأن خلع مرك والرضا يعني واحد التراضي بين الطرفين واي وين يكون الرالي كل غضة يدون الرالي كله هذا الرالي يسجل غضة وواحد شرعه وبشه ورث شرعه وبشه والجوع حاوين كرا مشكلة ماله ميدا الله قال محوي حويني نين كذي يهتد كذي يقول كذي يقول نقيه هاي إن لا تدري رأب قال إذا أنا قد قال كذا حين السفر يا ما كانوا ما صاموا لا تقول يقول تدري لكن هذي كل شيء يعني مركا هوي يوم كلا بحياة مركا شو حوي وحاولين كرتا هو دل حاولين مشكلة ماله روح حوالا لجربه بس إذا أدون في حرام يوم كلا إلا حرام tan waxa ay ku heshiisay dhaqaalaha lala bixiyo mushkil ma leh marka ayada qulu faafna leeyahay istiraacada wax dhiba kuma qasho insha Allah luujinta hal mar saameyn ma leh shuruud bay leedahay ilmo waa inuu yar yahay oo uusan gaarin soo ahaay laba sano waxa uu qoodanayo waa inay xaalad isayeen kadibna waa inuu shan goor nuugo naas intu nuugo iski uga tago hadana mar kale nuugo iski uga tago mar saddexaad nuugo iski uga tago shan goor markuu saa u nuugo ilmahaasi islaanta nuugtay hooyay u noqday arruntay bashay walaalay noqday odayga islaanta qaba aabu u noqday ninka isagaa walaashii eeday u noqonaysa islaanta nuujisay walaasheed hawreed bay u noqonaysa sidii nasabkii oo kale ayaa waxa weeye uu faafaya caanahaasu nuugay ayaa waxay qaadanaya axkaamtii dhalashadoo kale qaadanaya laakiin dhanka ma aadayaan dhanka muxuu ahay wiilka ilmaha wax nuugay xaggiisa waxba aadi maayo oo dadkan uu ka nooyey iyo dadku ka soo jeeday ajnabi bay kala yihiin isagoo baa soo ballaamoway oo rabuu ku soo biiray marka waxa uu yaxrum min arridaaci maa yaxrum min annasab wakii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa nasabka yani ku xaraabooda baa nuugmadana ku xaraabooda arrinta marka waa in aad ogaato dumarka soomaalida waxay yaqaanaan ilmaha markii lagaga tago in iska nuujiyaan oo haddana iska nuujiyaan oo haddana iska nuujiyaan haddana ayna sheegin halyaaba ilmahaasi inuu beri gabdhaheeda guursado qola loo ogola inuu guursado soo maa waa walaalihii oo kale waaye fi bacd alaxkaam sidaas daraaddeed nugmadu hadday shan goor dhacdo oo inuu iskii uga tago haddana ku noqdo shan goor محرم بو نقريا روتاس ولاين نقريا قيس كاسو كم نقريا إن مركب لو بتحدى نجد قلنا نقال ما شو ما نو نقال نجد لكن قرآن كل واحد شيري كل واحد ويا حرب وحسين شمال المهم هو نشر دو مركب بادية هلوم جين شرو لقى سندو جين شرو هو يد إنت لقى قام بادية كسر برباري شرو هل كاسو كسر لوم شرو كنا دي كان صلى الله عليه وسلم لوم جين شو ما هي دو مركب لوم جين صلى الله عليه وسلم الله سبحانه لوم جين marka sidaas soo yimid sanad nuugmadura hada ilaahay tabiir waxa su'aashu dambaysay insha Allah sheekh tukan baan leeyahay waxaan ku iibshaa sigaarka iyo guuriga suuq badan iyo aad aragtay macaash badan aan ka helno waxa ariga shariicadu maxay ka qabtaa khair Allah ku sii sigaarka xukunkiisa ku taran tahay ayuu muslimiin turay soo qoray sigaarku waa xaraam yahay sigaarku waa xaraam xaraamnimadiisana waxa keenaya laana wax weeye dib mooyee dheef ma laha dib mooyee dheef ma laha sharaacaduna waxay qabtaa shayga dibka kaliya ama dib iyo dheef isku jirto laakiin dibkiisu badan yahay waa xaraam khamrada iyo khamaarka ilaahay muxuu ku xarimay وإثمهما أكبر من نفعهما نفع إذا كتشرا لكن ديب كوضا كبضا بها الليل ساسا الوحر قال كان سيجارك اللي هذا
adduunkoo dhan baa isku waafaqsan inuu caafimaadka dhibu geysto. shareecadeena waxay leedahay laa darara walaa diraar, dhib ma jiro shareecada in jirka la dhibo ama dadka la dhibo ama caafimaadka la dhibo ba ogolaa. waa midda labaad, xoolihii baa waxaa lagu gubayaa macno la-aan. xoolahaad kusoo dhididay, kusoo rabaaday ayaad gubaysaa, macno la-aanna ku gubaysaa. sigaarku marka waa xaaraan, cabitaankiisa iyo isticmaalkiisu waa xaaraan. shaygu hadduu isticmaalkiisu xaaraan noqdana lacagtiisuna waa xaaraan. xadiidkii nabigu wuxuu ahaa ina allaha idaa xarama shay-an xarama tamanahu, ilaahay hadduu shay xarimo lacagtiisana waa xarimaa. waxaan adeegu marka buuri iyo sigaar baan ka dhergay oo lacag ka helay, aafaa ku gashay, aafaa ku gashay. waxaad leedahay lacag baan ka noolaaday, waxaad ka noolaatay xaaraan baad ka noolaatay. xalaal yar, wax yar oo xalaal ah baa wuxuu ka qiimo badan yahay, ka baraka badan yahay malaayiin xaaraan ah. xaaraantu ruuxa markay gashana waxaa lagu yaqaana wuu guban baa, yaa wuu guban oo xasiloonidaa ka tegi oo barakadaa ka tegi oo cibaadadiisii baan la aqbalaynin. xadiidkii saxiixa muslimka ana yustajaabu lahu, see wax looga aqbalaya. cuntadiisu waa xaaraan, cabitaankiisu waa xaaraan, labiskiisu waa xaaraan, waxa lagu barbaariya waa xaaraan. haddana rabbi rabbi buu leeyahy, see looga aqbalaya buu nabigu sal lay slam, see looga aqbalaya. marka waxa weye, cibaadadaada ilaasho oo adduunkaaga ilaasho oo iska saar. arsaaqda ilaahay aad ku noolaan lahayd rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu qoray intaan dhulka iyo samada la aruurin ka hor 50,000 oo sano ka hor bay qornayd waxaad cuni lahayd iyo wixii aad cabbi lahayd iyo hoygaagu iyo wax dhali lahayd. wax horay ku qornaa, marka horay ku qornaa oo xariiqnaaba inaad jid xaarada ku raadiso qalbka. marka iska saar sigaarka, saar muurida, saar xaaraanta, saar inta xalaashaa buu ilaahay kuu barakay. allahaaga bari oo ku kalsoono, tala saaro, iyadaasaad insha allah ribix iyo faa'iido fiican ka helay biidn illahi tabaaraka watacaala. wixii horena ka toobad keeno ilaahay uga soo noqo. wallahu aclam. kulankii aynu noo soo gabagabooday alxamdulilahi baa mahadnay insha allah. sheekha markuu soo noqdo waxaan rajaynaynaa majlis fatwo una oo su-aaliyo jawaabo furan inaan kaga faa'iidaysano insha allah. sheekhuna qorshaha noogu sii dar insha allah. wallahu tacaala alaa axkam.